يصبح هناك إصرار، وعندما يكون هناك طموح تكون هناك عزيمة، وعندما يكون هناك تميز تكون قد وصلت إلى كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات. أهداف المسابقة: أقيمت مسابقة البرمجة لتكون مطابقة لمعايير المسابقة الدولية للبرمجة الACM، والتي من أهدافها تطوير وصقل مهارات الطلاب في البرمجة ليكون مؤهلا للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية للبرمجة. طريقة المسابقة: يقوم الطالب بالتسجيل عن طريق الموقع، يوضح من خلاله عن رغبته بالمشاركة بإرسال اسمه ورقم جواله، وعندها يقوم المنظمين بعرض الأسماء المشاركة في المسابقة في الموقع واللوحات الإعلانية، إضافة إلى ذلك استخدام المنظمين والتي تتمثل بنادي البرمجة كائنية التوجه التابع للأندية العلمية بالكلية نظام إرسال الرسائل القصيرة SMS إلى المشاركين لسهولة التواصل معهم. عندها يقوم كل 3 طلاب بتكوين مجموعة لهم واختيار مدرب من أعضاء هيئة التدريس، والذي سوف يتولى تدريبهم إلى يوم المسابقة. في يوم المسابقة سوف يكون هناك 5 مسائل يقوم كل فريق بحل ما يستطيع منها وبأسرع وقت ممكن. سوف يكون الفريق الفائز هو من استطاع أن يقوم بحل أكثر الأسئلة وبأسرع وقت ممكن. أهداف المسابقة: أقيمت مسابقة البرمجة لتكون مطابقة لمعايير المسابقة الدولية للبرمجة الACM، والتي من أهدافها تطوير وصقل مهارات الطلاب في البرمجة ليكون مؤهلا للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية للبرمجة. مراحل إعداد المسابقة: في البداية تم الإعلان عن المسابقة عن طريق توزيع المطويات وطباعة اللوحات الإعلانية والتي توضح طريقة المسابقة، وبعد ذلك تم فتح باب التسجيل للطلاب على موقع إلكتروني أنشئ خصيصا لذلك وتم رفعه على موقع الجامعة، وبعدما حدد الطلاب مجموعاتهم واختيارهم للمدربين عقد اجتماع مع الطلبة المشاركين وتوضيح الفكرة بشكل واضح ودقيق والخطوات التي يجب أن يقومون بها إلى يوم المسابقة. عندها بدأت المنافسة بين الفرق، وذلك بالاجتماعات الدورية مع المدربين والذين قاموا بإعطاء الفرق الدروس والمواضيع، والتي استطاعت بدورها أن تصقل وتطور مهارات الطلاب في البرمجة. في يوم الأحد الموافق 14/4/1429 للهجرة أجري اختبار تجريبي للطلاب على المسابقة لكي يتعرف المشاركون على نمط الأسئلة وكذلك كيفية استخدام برنامج الحاسوب المعد لهذه المسابقة. وفي يوم الأربعاء الموافق 17/4/1429 الموافق 23 من شهر أبريل 2008 أقيمت المسابقة في ساحة المعامل بالكلية، وكانت مدتها 5 ساعات من 8:00 صباحا إلى 1:00 ظهرا، وقد كانت المسابقة بحضور الحكام الذين وضعوا أسئلة المسابقة، ومسؤوليتهم هي استقبال أجوبة الطلاب عن طريق أجهزة الحاسب الخاصة بهم، وذلك باستخدام برنامج الحاسوب ويطلق عليه BC2 المتوافق مع معايير المسابقة الدولية الACM. وقد تم توزيع على كل مشارك من الطلبة بعض الهدايا وكذلك بعض المرطبات. هذا الحدث الجميل لا يكون من عبث، لا بد أن يكون هناك وراءه أناس بذلوا وقتهم وجهدهم لتصبح هذه المسابقة بهذا النجاح الذي وصلت إليه. شكرا لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد الجندان، الذي لا يزال يفتح المجال لأي نشاط يرتقي بمستوى طالب جامعة الملك فيصل. شكرا لوكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية سعادة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المعقل المنظمون.
سعادة عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور حسن الهجهوج، وكيل كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور فهد الحميدان، ولا ننسى ذلك الرجل الذي رفع هذه الكلية على كتفيه والذي دفع بهذه المسابقة لتكمل مسيرتها، سعادة الدكتور عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات سابقا الدكتور بدر بن عبد اللطيف الجوهر، كما شارك في إعداد وتنظيم المسابقة نادي البرمجة كائنية التوجه، والذي يقوده طلاب هذه الكلية الذين تحملوا عناء ومشوار هذه المسابقة التي استمرت 4 أشهر متواصلة. شكرا لكل الداعمين لهذه المسابقة. وهكذا لا يتوقف الإبداع ولا ينضب ما دام هناك دعم معنوي ومادي من إدارة أقسمت على نفسها ألا حدود للتميز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.